بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عاطفة ولادنا حاجة حلوة قوي، تقدير العاطفة. يعني أحيانا الأباء والأمهات بيتخيلوا إن ولادهم دول ولاد صغيرين يعني، فمسألة العواطف والاهتمام بالعواطف وحاجة كده يعني حاجة مكملة، إحنا هي أساس، ده هو ده بناء النفسي لولادنا مرتبط بالعاطفة ومرتبط بأحاسيسهم. أنا أحكي لكم حكاية تجربة شخصية مريت بيها أنا مع ولادي علي وعمر. أنا ولادي موجودين في مدرسة جميلة وإحنا مبسوطين في المدرسة وكل شيء تمام، بس المدرسة بعيدة عن بيتنا حوالي ساعة، وبنعدي كوبري ومش عارف يعني، والولاد بيروحوا وبيرجعوا كل يوم، طبعا مسافة كبيرة بس إحنا مبسوطين في المدرسة. المدرسة عملت فرع جديد ليها جنب بيتنا مباشرة، 3 دقايق من البيت، حاجة طبعا حاجة رائعة. فمراتي وأهلي كلهم فورا يلا بسرعة امضي عشان نملى الابليكيشن عشان يتنقل الولاد من المدرسة التانية هناك لهنا، خاصة ان التعليم هو لان نفس المدرسة، فامضي الابليكيشن. انا كان عندي مشكلة، انا مش قادر امضي. ليه؟ طب وصحاب ولادي؟ طبعا كل الناس كانت بتخبط فيا يعني بتضحك عليا، صحابه يا عم بنقول لك المسافة ساعة والمسافة 3 دقايق ونفس مستوى التعليم، تقول لي صحاب ولادي ده موضوع مش مهم، وأنا مش قادر أقبل ده. الولاد بيحبوا صحابهم بس المهم التعليم. طب وده كمان مهم. أنا فعلا كان عندي مشكلة إن أنا مقدر إن ولادي ليهم أصدقاء بيحبوهم، وإن التفريق بينهم مش بالبساطة دي، وكل الناس بتقول لي بص الموضوع التعليمي انت ايه العاطفه دي، ايه القلب وانا شايف ان ده موضوع مهم، وقررت ان انا اتصرف، وبدات اقول لهم لو سمحتوا ما تضغطوش عليا في البيت، خلوني ادوني اسبوع اتصرف. وعملت ايه؟ بدات اكلم اباء الولاد اللي مع ابني الكبير علي في الفصل، اللي هم ساكنين في نفس المنطقه اللي احنا ساكنين فيها. وحاجة محرجة يعني، انت ايه رأيك ابنك وابني صحابه بيحبوا بعض، انت ايه رأيك ان احنا ننقل مع بعض في المدرسة اللي جنب بيتنا؟ وفوجئت ان الاباء تفاعلوا جدا مع الموضوع، لانه يبدو ان كان عندهم نفس الفكرة. ابني كان طاير من الفرحة ان ابوه بيعمل كده. وبدأت اكلم الاباء، والاولاني وافق والتاني وافق والتالت وافق، وكلنا مضينا الابليكيشنز مع بعض ان ولادنا يتنقلوا ويفضلوا صحاب مع بعض. وبصيت لقيت ابني الصغير عمر اللي هو لسه في سنه اولى ابتدائي بيقول لي وليه ما كلمتش اباء صحابي؟ وانا كنت مستصغر عمر فكسفت من نفسي، فكلمت اباء صحابه اللي معاه في الفصل وايضا اللي ساكنين جنبنا ووافقوا. بصيت لقيت ولادي جايين بيحضنوني، شكرا يا بابا. اما كانت حلوه بشكل، أما شيء جميل بشكل إن أنت قدرت عاطفتهم واحترمتها، وما بتبصش بس أنت تتعلم وتاكل وتذاكر وتنام شؤون إدارية يعني لا، أنت إنسان ليك عاطفة وتقدر. أنا بنقل لكم التجربة دي لأن أنا حسيت إن أنا قمت بدوري كأب لما قدرت كلمة صحاب ولادي وما بصيتش للتعليم وبس ونسيت المعنى ده. أرجوكم يا جماعة رجعوا احتياجات أولادكم النفسية، وكلمة صحابي كلمة مش قليلة، وصداقتهم واحتياجاتهم علشان ترسموا بسمة أمل على وجوه أولادكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.